المنتخب الوطني التونسي ينهي سنة 2019 المركز 27 عالميا والأول عربيا والثاني إفريقيا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، يخليه الأول في تصفيات المونديال قطر سنة 2022 على المستوى الأول. نلقاه زاد في إفريقيا المنتخب السنغالي المرتبة الأولى، النيجيري المرتبة الثالثة، الجزائر المرتبة الرابعة، والمغرب المرتبة الخامسة. من الأخبار نزاد المتفرقة، وكالة تونس إفريقيا للأنباء أعلنت اليوم نتائج الاستفتاء الأفضل الرياضيين لسنة 2019. نلقاو في مسابقة أفضل لاعب كرة قدم أنيس البدري لاعب ترجي الرياضي التونسي، مسابقة أفضل رياضي صالح الماجري، أفضل رياضية أنس جابر، أفضل رياضي احتياجات خاصة وليد كتيلة، وأفضل رياضية روعة تليلي. على ذكر أنس جابر زميلي النبيل، أنس جابر باش يكون بحذينا في المونستير نهار الأحد 22 ديسمبر إن شاء الله، هي ومالك الجزيري لاعب التنس التونسي المعروف، في إطار التظاهرة باش تنظمها الجامعة التونسية لكرة التنس، تظاهرة من شأنها أن تقرب كرة التنس الرياضة هذه للشباب وتحببهم فيها، وعلاش لا نلقاو يعني أبطال جدد كما أنس جابر ومالك الجزيري في الرياضة هذه. نكملوا في أخبار المتفرقات نبيل، يظهر لي أخبار سخون اليوم، أسخن أخبار هو اللي صار في الجلسة العامة الخرقة للعدل الجامعة التونسية لكرة القدم، وين صارت العديد من التنقيحات لبعض الفصول في القانون الأساسي وقرارات جديدة يعني. فعلا يعني التنقيحات هذه كانت تنقيحات لازمة باش تتلائم مع قوانين الفيفا الجديدة. يمكن أبرز قرار هو عدم المشاركة في الشان المقبل اللي باش يصير في الكاميرون، الشان هذا اللي تشحت تونس بعد مقابلتها ضد ليبيا ذهاب وإياب. الجامعة قررت باش ما تشاركش في التظاهرة هذه، علاش؟ على خاطر الفترة اللي باش يصير فيها الشان فترة يعني تشهد ضغط تاع رزنامة كبير برشا، وبعد مشاورات مع الفرق التونسية الكل الجامعة قررت باش تخرج من المسابقة هذه باش تستحفظ على الملاعبية التونسية. هو بالحق قرار محمد قرار صائب، علاش؟ قرار صائب. نشوفوا الترجي الرياضي احنا قداش مقابلة عنده متأخرة، النجم الساحلي غدوة زاد عنده مقابلة متأخرة في المتلوي، وباش يديرها الحكم مراد الجربي على فكرة. عندنا برشا فرق يلعبوا غالبا يشاركوا في كاس العالم للأندية، ترجي النجم الساحلي في بطولة افريقيا اكيد. وسمعنا بالقرار، احنا على محل الجامعة كانت تخمم فيه قرار هذا من قبل، ديجا ثم لجنة طبية كاملة كانت تعاملت في الغرض هذا، ويمكن اللجنة هذه كانت كثرة الإصابات يعني. صحيح. على كل حال نحكيه على القرارات الأخرى اللي تم المصدقة عليها في الهيئة العامة هذه. نلقاو الترفيه في مستحقات المالية للحكام وتمكينهم من درجات التدريب. نلقاو المصدقة على فصل يمنع أعضاء المكتب الجامعي وأعضاء الرابطات بمارسة أي نشاط سياسي، وظهر لي القرار هذا قرار في محله ولو أنه متأخر شوية، متأخر خاصة صحيح، وخاصة بعد اللغط اللي صار مع الحملة الانتخابية. حتى القرار الثاني اللي قلت عليه ترفيع في أجرة الحكام زاد قرار صائبهم مصطفى زميل. أيضا هناك المسابقة الفصل 97 اللي حدد الفترة النيابية لرئيس الجامعة بثلاث فترات، أما لكن من ابتداء من عام 2020 يعني الوديع الجريء مثلا رئيس الجامعة الحالي ما عادش ينجم يكون رئيس جامعة لمدة ثلاثة فترات القادمة، اللي لازم يكمل ثلاثة فترات باركة مش يكمل الرابعة معناتها. على كل حال أيضا الفصل الخمسة الذي مصدق عليه نص تسليط العقوبات القصوى في حق كل من يكون تتعلق بشبهات تمييز عرقي او جهوي او ديني. العقوبات قد ايش توصل للشطب النهائي او مدى الحياه من الجامعه التونسيه لكره القدم. ايضا هناك انجاز مركز رياضي للنخبه في مدينه صفاقس ومراكز تكوين للشبان في جهه شمال الغربي سليانه والكاف. نمشيو نبيل لخبر اخر يعني خاطي الجامعه التونسيه لكره القدم، عنده علاقه بالكاف، احمد اللي وقع اليوم مع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم على اتفاقية العقود الرسمية لإقامة سوبر كوب الأفريقي في قطر، يعني الزمالك المصري والترجي الرياضي التونسي، ولنا نعرف أنه متضمن صور رئيس الزمالك المصري كان قرر في وقت سابق أنه الزمالك مش بتلعب النهائي هذا في قطر مهما كانت التكاليف. نعرف متضمن صور والموقف السياسي بتاعه من قطر، شنشوفه ظهر لي مسلسل جديد على الأبواب
الغياب بعد مسلسل الترجي والوداد. مسلسل الترجي والزمالك ولو ان الترجي ما عندهاش يعني دخل في الموضوع هذا. نشوفوا اسكو مرتضى منصور باش يصر على القرار نتاعه او انه باش يرضخ الضغوطات وباش يلعب السوبر كوب هذا. ايضا النادي الافريقي عنده النادي الافريقي نهار الاحد عنده مقابله في اطار سلسله اللطخات يعني نتاع النادي الافريقي، مقابله ما تجمع بهلاس فيرونا الايطالي، مقابله وديه باش تكون المداخيل نتاعها كلها للحساب الذي الجاري اللي خاص بالنزاعات الافريقيه ضد الفيفا. تذاكر اليوم من اليوم داو يتباعوا نبيل، من اليوم موجودين التذاكر على ذمه احباء النادي الافريقي، وان شاء الله يصير اقبال كما نعرفوا وقفه صحيح صحيح. وان شاء الله ان شاء الله المرحله 80 انه يكون 60,000 متفرج في الملعب، لكن الاخبار تقول ثم 30,000 يعني تم تمكين النادي الافريقي من 30,000 تذكره، وثم 10,000 اخرين بين الشك واليقين. ثم مفاوضات بين النادي الافريقي والسلطات الامنيه المعنيه. كيف كيف فما مقابلات وديه خاصه بالرابطه الاولى، فما شبيبه القيروان تستقبل الاتحاد الرياضي المونستيري، ونشوفوا عوده ولا وجود اللاعب إدريس المحيرسي ضمن الاتحاد الرياضي المونستيري. نهار لحد كيف نادي صفاقس يواجه الاتحاد التطاوين في صفاقس. الجولة 11 للرابطة المحترفة الثانية في البرنامج غدوة عنا قواف القفصة تستقبل مستقبل مرسى ماضي ساعتين، مستقبل القاسرين يستقبل أمل جربة. نهار لحد في نفس التوقيت مساعتين جمعية أريان يستقبل أولمبيك سيدي بوزيد. سبورتيك بن عروس يواجه الملعب إفريقي بمنزل بورقيبة. أولمبي الباجي يستقبل هلال مساكن. مستقبل سبيخة يستقبل نجم الراتسي. مستقبل جابس يستضيف سكك الحديد صفاقسي. أولمبيك مدين يستضيف ترجي الجرجيس. مستقبل واد الليل يستضيف أمل حمام سوسة. جندوبة الرياضية تستقبل ملعب الجابسي. الملعب الصفاقسي يستقبل مستقبل الرجيش. وفي الأخير جمعية جربة تستقبل ملعب الإفريقي بمزل بوزلفة. هذا بالنسبة للمواعيد الوطنية. المواعيد الدولية يعني أسبوع حافلة بالمواعيد الرياضية الكبرى، تبدأ من غدوة نهار السبت 6:30 نهائي كأس العالم الأندية بين الفلامينغو البرازيلي وليفربول الإنجليزي. ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح يسعى لخطف أول لقب من نوع هذا في تاريخه. مش خلاهم حضروا العناصر كله، الفريق الكل كان حاضر، وخلى الفريق الثاني ذخوا بالكأس كأس كاراباو كاب اللي كان تلقى فيها خماسية نظيفة ضد أستون فيلا. أيضا نهار لحد 22 ديسمبر كما كأس السوبر الإيطالي اللي باش يصير لأول مرة في الأراضي السعودية في ملعب الرياض، باش يجمع بين جوفانتس اليوفي ولازيو روما. يعني حدث فريد من نوعه، يمكن حدث فريد زاد من الطرائف كونه فريق لازيو روما مش يسمي في المراول نتاعه الأسامي باللغة العربية. باللغة العربية كان نوع من المجاملة للشعب العربي. يمكن أيضا هناك نشوف البطولات الإسبانية البطولات الأوروبية الكبرى في الليغا. مثلا نهار لحد الريال باش تلعب ضد أتلتيكو بلباو، وبيتيس باش تلعب ضد مايوركا. نعرفوا اللي الكلاسيكو كان تلعب أول البارح بعد مباراة مؤجلة يعني بسبب ظروف أمنية بين بارسا والريال، وتعادل انتهى بالتعادل السلبي 0-0. أيضا هناك يوم السبت في البوندس ليغا هوفنهايم مش لعب مع بروسيا دورتموند، بايرن مع فولسبورغ، وليبزيغ مع أوكسبورغ. يعني نعرفوا اللي الدوري الألماني يعني من أسخن دوريات سنة، يعني بين الأول والخامس يمكن ثم نقطتين أو ثلاثة، ثم أخذ ورد بين ليبزيغ ودورتموند وشالكا ومونشن جلادباخ وأيضا بايرن ميونخ. نهار السبت في الليغا الإيطالية هناك الإنتر وجنوا وأتلانتا والميلان. إنتر نعرفوا اللي هي واليوفي سنة يعني في صراع محموم بين الفريق المزوز خاصة على لقب الإيطالي. نمشيوا للبريمير ليج اللي هي يمكن أقل بطولة فيها منافسة، بما أنه ليفربول يعني هارب على الفرق الأخرى الكل. نلقاو نهار السبت مانشستر سيتي مع ليستر سيتي اللي قاعد يقدم في مردود طيب سنة، وأيضا توتنهام المرتبة الثانية مع المرتبة الثالثة أكيد، وتوتنهام مع بلا حرج مع بسلام شقير كل يوم جمعة من 6 تاع العشية للثمانية. بلا حرج برنامج يطرح مواضيع مختلفة في الشأن الرياضي والسياسي والاقتصادي والثقافي، مواكبات فورية وتغطية لأهم الأحداث الثقافية، قراءات سياسية من زوايا مختلفة، حقائق لأول مرة. في بلا حرج نبحث عن الحقيقة، ندق أبواب الواقع ونتأمل في الأحداث.